طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، ونعتذر مشاهدين عن هذا التأخير بسبب عطب تقني. لأول مرة في تونس قاعة قسطرة مهيئة ومخصصة للأطفال يتم اليوم إجراء أول عمليتها لثلاث أطفال تراوحت أعمارهم بين 7 سنوات وسنة وثمانية أشهر وشهرين، وكللت بالنجاح. نجاح أمنه فريق طبي تونسي إيطالي في مبادرة تعكس التعاون في المجال الصحي بين البلدين لتضافر مجهود المجتمع المدني، ممثل في جمعية في كل يوم حلم ومجموعة سان دوناتو الإيطالية، التي تكفلت بتحضير هذه القاعة بكلفة ناهزت أكثر من 2.5 مليار. مبادرة يسعى القائمون عليها إلى ضمان نجاح التدخل الجراحي للأطفال ممن يعانون إشكاليات في القلب بتقنيات متطورة وفي أسرع وقت ممكن، كما ستساهم هذه القاعة في الحد من طول الانتظار لدى الأطفال من خلال قاعة خاصة بهم. C'est un événement كبير بالنسبة لأول قاعة اللي هي ديدي للأولاد الصغار في القسم نتاع الاولاد الصغار اللي عندهم امراض نتاع قلب. الحاجه الثانيه هذه باش تمكننا باش نخدموا اكثر مرضى من اولاد صغار معناتها يستحقوا هالقسطره هذه ولا عندهم تشوه وكبروا في الاعمار. فما 3 صغار اليوم الصباح باش يعملهم خبير عالمي معناتها من ايطاليا. سيتي ان تروك سامبوليك، مش على خاطر العمليات هذوما ما نعملوهمش، لكن كوم سان دوناتو و معناتها لي بارتنير نتاعنا ايطاليان هما اللي حرصوا باش تتحط هالصاله هذيا ديدي. دونك 3 صغار اليوم باش يتعاملوا من الاعمار نتاعهم ما بين شهرين و7 سنوات. هذا كله معناتها نعملوا اكثر زاد عليهم بالنسبه للفورماسيون نتاع لي جون نتاعنا في المستقبل، بالنسبه للقيام بعمليات صعبه واصعب برشا في المستقبل، وهذا اون كولابوراسيون مع لي بارتنير نتاعنا نوتامون لي بارتنير. في تطور الوضع الوبائي بتونس، سجلت وزارة الصحة بتاريخ يوم 30 من أكتوبر الماضي حالة وفاة وحيدة و166 إصابة جديدة بكورونا. وقد أكد وزير الصحة علي مرابط أنه رغم استكمال أكثر من 50% من المواطنين عملية تلقيح، لابد من الاحتياط والحذر من المتحورات الجديدة لكورونا. يتواصل تفشي فيروس كورونا بالبلاد بنسق أقل حدة بعد أن بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 4.6% وفق بلاغ وزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي بتاريخ 30 من أكتوبر الماضي، حيث سجلت الوزارة حالة وفاة وحيدة و166 إصابة جديدة بكورونا، فيما بلغ عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 325 حالة. وفي آخر تحيين لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، فقد أكد وزير الصحة علي مرابط أن أكثر من 4.5 مليون شخص استكملوا عملية التلقيح، كما شدد على ضرورة الاحتياط والحذر خاصة فيما يتعلق بالمتحورات الجديدة التي تشهد انتشارا في عدة بلدان رغم تحقيقها تراجعا في عدد الإصابات وتعميمها للتلقيح. شفتوا عدد الوفيات تقلص، لكن كما شفتوا في العالم أجمع مناش في مأمن من موجات أخرى ولا متحورات أخرى. التلقيح الحمد لله بفوض تلقيح، شفتوا اللي اليوم عندنا أكثر من 4.5 مليون تونسي استكملوا التلقيح، كسب عظيم اللي ما كناش نحلموا به، لكن بتضافر الجهود العباد اللي خدمت الكل مع بعضها نتعاونوا العباد الكل باش نستكملوا التلقيح، خاطر ما عندناش راهو حاجة أخرى بخلاف التلقيح. وأكد الوزير أن بين 20 و25% من الملقحين تخلفوا عن الجرعة الثانية، ولهذا من الضروري تكثيف من حملات التوعية للمواطنين، وذلك ضمانا لمناعتهم. وفي ولاية جندوبة انطلق اليوم موسم جني الزيتون وسط تقديرات متوسطة للصعبة.
انطلاق موسم جني الزيتون بولاية الشمال الغربي وسط تقديرات متفاوتة للصابة رغم جودة الإنتاج جراء النقص الحاد في مياه الأمطار وغلاء مستلزمات الإنتاج، إلى جانب عديد الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها المنتجون وأصحاب المعاصر بالخصوص، أهمها عملية التصرف في مادة المرجين. ياسر الموسم نقص مطر بصفة السناجد السخانة كبيرة ياسر. الزيتون تأثر من الجفاف ياسر، بقينا إن شاء الله الأمطار اللي صابت نهايرين نظام اللي فاتوا نجي تحسن الزيتون بالقدا وان شاء الله بوادر خير ان شاء الله. ويبدو الفلاح ان شاء الله يجمعوا في الزيتون، وخاصه توت مع العطله الدراسيه الناس كل عائلات ولات تنحي في الزيتون بدايه الموسم. ياكلوا في خبزه في جرتهم الحمد لله. كل واحده كيفاش نجروا على صغيراتنا في جرتهم نلقوا في خبزك هكا. بالنسبه ليك الموسم تبداه من الشهر هذا حتى ايش وقت؟ حتى لين هو في الزيتون. رئيس مصلحة البستنة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أكد على وجود اتفاق بالجهة على تخصيص مصب جماعي بمعتمدية وادي مليز للتخلص من مادة المرجين في انتظار استكمال مختلف الإجراءات في غضون الأسبوع الجاري. أن عملية التصرف في مادة المرجين شهدت عديد الإشكاليات المواسم الفارطة، وحبينا السنة يعني عندنا برنامج مبدئي في إنشاء فهمني محطة تكون في نفس الوقت مصب نتاع مرجين ومحطة تطهير ومركب لاستغلال النفايات. الضرب كل فك المرجين هذاك. يعني واحد من الناس كي تجي الميسرة نتفجع أول حاجة مش هكذا المرجين. بون السيد الوالي وقتها قاعد يعمل في ديمارش على المصب في وادي مليز. أكبر مشكلة ومش تحطها بالله. مهما تكون تعمل الحوار وتعمل شيء. تساهم ولاية جندوبة ب 2% من الإنتاج الوطني في قطاع زيت الزيتون، أرقام على أهميتها تظل متواضعة بالمقارنة بالمقدرات الطبيعية والمائية الهائلة التي تتمتع بها الجهة إلى جانب بقية ولايات الشمال الغربي ككل. انطلقت اليوم بولاية القصرين الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، حملة تهدف إلى حماية الإنسان والحيوان من داء الكلب الخطير والمعدي، وسيؤمنها 10 فرق من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، سيوزعون على كامل معتمديات الولاية. اليوم 1 نوفمبر 2021 هو انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب اللي تشمل في ولاية القصرين حوالي 32 ألف رأس من الكلاب. وكما نعرفوا اللي داء الكلاب هذا هو مرض منقول من الحيوان إلى الإنسان، والدولة سعات في معناها بلورة برنامج وطني لمقاومة هذا الداء. ما بين عناصر هذا البرنامج هو تلقيح الكلاب اللي هي تعتبر خزان للفيروس هذا نتاع داء الكلب. هو أثناء في على مستوى الوطني ثم وقع تسجيل 5 حالات كلب إنساني في تونس في سنة 2021 اللي هو يعتبر تجاوز شوي المعدل السنوي، اللي هو المعدل السنوي حوالي 3 حالات في العام تصير هذه. أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم أنه تم إعادة فتح المنصة المخصصة لإسداء المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان شهر أكتوبر 2021 لكافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات المشار إليها والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين غرة نوفمبر والسابع من نوفمبر الجارية. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض، ويأتي هذا الإجراء عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 وللقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 من جانفي 2021. وأضافت الوزارة أنه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوفي عمالها كافة دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة في ظرف 6 أشهر على أقصى تقدير، داعية إلى تدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية.
تحقق النزل السياحية في ولاية توزر هذه الفترة تزامنا مع العطلة المدرسية وتنظيم مجموعة من التظاهرات نسبة امتلاء في حدود 50%، وذلك احتراما لمقتضيات البروتوكول الصحي المتعلق بالقطاع السياحي وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة ياسر صوفة، مبينا أنه ينتظر أن تتواصل هذه الحركية حتى نهاية شهر مارس 2022، مبينا أن الجهة السياحية بتوزر تستقبل الفترة الحالية مجموعة من التظاهرات الرياضية والثقافية التي أدخلت حركية سياحية، من أبرزها تظاهرة القفز بالمظلات التي تجلب نهاية كل أسبوع عددا محترما من الوافدين المشاركين في التظاهرة، كما كانت مواقع عنق جمل ومواقع أخرى فضاء في نهاية الأسبوع لاستقبال المشاركين في رالي أشط ورالي راد إفريقيا 205، وتحتضن الجهة كذلك خلال الأسبوع المقبل المشاركين في رالي تحدي تونس إلى جانب مهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات نفطة خلال هذا الأسبوع. مع انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين السياحي بجزيرة جربة، تم للمرة الأولى أحداث اختصاصات تكوينية جديدة مطلوبة بسوق الشغل حسب المتدخلين في القطاع السياحي والأساتذة. في جزيرة جربة ومع انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين السياحي، يتواصل تنفيذ برامج التأهيل الشامل لهذه المؤسسة بأحداث اختصاصات تكوينية جديدة بها للمرة الأولى، اختصاصات مطلوبة لسوق الشغل حسب المهنيين. مركز التكوين السياحي بجربة هو من عام 76، دونك كل مرة بالحق نحاول نجدوا في الاختصاصات. السنة عام سنة دراسية 2021 دخلنا اختصاص BTS إيواء، وزدنا عليه CAP شهادة كفاءة مهنية اللي هي نيفو 9 اني ريزيدونسيال، يعني يقيموا هنا ويقراوا هنا بعد مخرجوا مستجد. من التحق بهذه الاختصاصات الجديدة توفر لهم بحسب المكونين والمؤطرين فرص إضافية للاندماج بسوق الشغل بالتشغيل المباشر أو بالانتصاب للحساب الخاص. الاختصاص أول مرة في الجنوب الشرقي، لقينا طلب كبير من سوق الشغل من المهنيين يحبوا اختصاص BTS إيواء. دونك التلامذة يقراو تقنيا الاستقبال والتوابق معها لغات ومواد عامة. نقرا BTP كوزيني، بديت الاكسبيريونس نتاعي عام ناول انا دوزيام اني. بديت انا نيفو باك مغروم بالكوجينا، جيت قدمت هوني عديت اونترتيان وتقبلت وقاعد نقرا هوني. السنتر هذا كيف يعني في تبليس طيارة على كل شيء، قررت انه مش كمل لنا وعديت بريسك توا 3 سومين طيارة، يعني من ناحية بروفيت من ناحية إدارة كل شيء. في برشا فرص زادة تنجم تحلك برشا بيبان الخدمة. مركز التكوين السياحي بجربة نموذج لانفتاح المؤسسات التكوينية على فضاءاتها الخارجية والاستجابة السريعة والتفاعل مع متطلبات قطاع سياحي متحرك ومتجدد. ونختم بخبر ثقافي، فقد اختتمت بالمسرح البلدي الدورة 9 لتظاهرة أكتوبر الموسيقى من خلال العرض الأول لجمعية أوركسترا مدينة سوسة للموسيقى، دورة تم من خلالها عرض موسيقى الجاز والطرب والموسيقى الكلاسيكية. معزوفات حالمة وموسيقى راقية تسافر معها الأذهان وترتحل على إيقاعها الأجساد لتبقى في نفس المكان في المسرح البلدي التي تجد فيه سهرات أكتوبر موسيقى العالم. اليوم عجبني برشا العرض، عملت كيف كبير لأنه كما قلت يزم الرسخه يزينا من الأشكال الأخرى الموسيقية المدولة برشا واللي قاعدة تتكرس في وسائل الإعلام، هات نشوفوا أنماط موسيقية أخرى اللي هي بالحق فيها بحث، فيها اشتغال على الجمل الموسيقية، على الأوركستر بشكل عام، على الآلة يعني الموسيقى الآلية الآلاتية عفوا. برستاسيون ياسر مزيانة وعرض ناجح بامتياز. الحقيقة هم أصحابي فنانين اللي يعصفوا واللي يغنيوا والكل تبارك الله عليهم ما شاء الله. أديوا كوريكتومون وكما يجب الحقيقة، ما عندي ما نقول كان عطيهم الصحة. الحلم تحول إلى حقيقة
بعد أن اعتلى عازف ومنشد جمعية أوركسترا مدينة سوسا سمفونية الركع في سهرة الاختتام، عرض بقيادة الفنانين محمد أمين الجاسمي والنصر العفريت. هذا سي لمجيك سمفونيك، معناتها سي الأوركسترا سمفونيك، دونك رصيد الموسيقى الكلاسيكية تقريبا الغربية بأداء من أصوات معناتها المعهد العالي للموسيقى وعازفين من المعهدين، معناتها من المعهد الجهوي والمعهد العالي للموسيقى. يعني سهرة الاختتام بعد ما أمنا إلى حد سهرة البارح مع مهدي العياشي 10 سهرات، باعتبار أنه الدورة هذه انطلقت يوم 9 أكتوبر في باقة متنوعة من العروض الفنية الموسيقية، راوحت بين عروض الجاز، الموسيقى الكلاسيكية، الطربية، عروض المالوف، 6 عروض لمجموعات من مبدعي مدينة سوسة. الليلة مسك الختام إن شاء الله مش يكون من خلال العرض الأول لجمعية أوركسترا مدينة سوسة للموسيقى. على إيقاع الموسيقى السيمفونية اختتمت الدورة 9 لأكتوبر الموسيقى بسوسة بعد عروض تراوحت بين الجاز والطرب والموسيقى الكلاسيكية. في الختام أشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.